يا هلا يلا حي ولدي فارس، تو ما نورت المدرسة. نور بحالها والله. جابر علمني عن همتك وعن حرصك على إكمال دراستك يا ولدي، فلذلك حنا سهلنا أمورك هنا في المدرسة عشان يكون يومك الدراسي سهل من ناحية التعلم ومن ناحية تنقلك في أروقة المدرسة. راح يكون لك زميل بإذن الله يرافقك في عندنا هنا في المدرسة. إلا وين كتبك؟ دقيقة في السيارة بس أجيبه وجي. استناني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فارس هذا مازن زميلك اللي راح يكون مرافق لك. مازن هذا فارس. حياك الله يا فارس. الله يحييك. ما تدري قديش فرحان اني اشوف المدرسه بعيوني. شكرا يا مازن. ايش دعوه؟ بعدين هذه مدرستك اللي ما يحتاج. اخر شيء توقعته ان فارس يكون معي بنفس المدرسه وبنفس الفصل. ناشب لي من قبل الحادثه وبعدها. برج مراقبه 24 ساعه بالبيت وبالمدرسه. غريب، ما حاولت تمنعه؟ وبعدين ورا ما تقنع ابوك ينقله مدرسه خاصه؟ حاولت بس أبوي إذا قرر ينتهي الموضوع، هو ياخذ ويعطي معك قبلها، بس إذا قرر انسى يتراجع. أوف، دام وجوده مضايق ذا الكثر والله ما قدامك لا تنقل. ما أقدر. ما تقدر؟ ليه؟ لهالدرجة تحب المدرسة ذي؟ ها؟ أحبها؟ أنا أصلاً مو مصبرني على مدرستكم ذي إلا خالي، مدلعني ومضبطني وساتر علي أشياء كثير أبوي ما يدري عنها. بس شكله بعد ما جاء فارس بيدري عنها. اجا خلاص، ما دام بيدري عنها انقل. اسلم لك. قلت لك ما اقدر انقل، واصلا انت ناس اللي احنا اتفقنا عليه، لازم اكمل المشوار معه واطلعه من الفريق. اللي تشوفه.